شغلتي بسالتي كل سبت الساعة 7 المساء بتوقيت بيروت وإعيد الأحد بنفس الوقت معي أنا مرشد الفني الزراعي جوزيف بوزيت من مشتل جردان دو بولفار على راديو تموز الإلكتروني. مرحبا، اليوم بدنا نحكي عن زراعة البطاطا. البطاطا أكلة شعبية ومحبوبة وبتدخل على كل بيت، بحبوها الصغار قبل الكبار لأنه هي مادة أساسية غذائية ضرورية لكل بيت. مشان هيك الناس بتحب تزرع البطاطا بس يمكن ما بتعرف كيف. زراعة البطاطا بتدوم من زرعة لقلعة 100 يوم، أكيد بده يكون تقس تقريبا. فينا نزرعها بالشتي تنقول بأدار مثلا وقت بتبلش قبل ما يبلش الربيع، لما خايف من شهر أدار إذا كانت كبيرة البطاطا يجيها موجة برد أو موجة سقعة وتنتزع، مشان هيك متأخر شوي، يعني تقريبا خاصة بالجبال بالبقاع وبالجنوب. هالسواحل إذا زرعناها فينا نزرعها بالكانون الثاني مثلا بشباط، بتطلع بدها 100 يوم لحتى تبلغ. هلا بدار البطاطا كتير مهم انه نعرف منين بدنا نجيبه. في شركات زراعية صار البطاطا كله هجين، يعني ما فينا نشيل دار بطاطا من يلي عم نشتريه ونزرعه. بالأول كان البطاطا البلدية فينا نشيل منها بدار، ننقي إذا كانت إنتاجها كويس كنا نشيل منه بدار، بس اليوم صار تقريبا 99% من الانتاج كله دار هجين. هذه شغلة تتعلق بالسياسة العالمية انه نحن بحاجة للغرب ليعطينا دار بطاطا وما عندنا مختبرات لتنتج دار بطاطا هجين، مشان هيك مضطرين نشتري دار البطاطا من شركات الزراعية اللي عم تستورده من برا. هلا وقت الزرع من المستحسن انه نحط رؤوس البطاطا بمطرح دافي لحتى يتفرخ. اذا كان حبة البطاطا كبيرة فينا نقصها شقفتين او ثلاثة، نترك عينة من هلا عم تفرخ منشوف عينة او عينتين، منقصها بالسكين فينا نزرعها يعني كل وحدة لوحدها. اذا كان بدنا تنقول بالمتر المربع حوالي 10 حبات فينا نقصهم، هالعشر حبات إذا كانوا كبار لأنه بنشتريها نحن بالكيلو فينا نقصها، بصير فينا نحط نقول 7 حبات بدل 10 حبات بالمتر المربع. زراعة البطاطا كيف بتصير؟ بدنا أكيد تكون الأرض مفلوحة منيح لحتى الشرش البطاطا يقدر يمد، وبعد شي حوالي 40 يوم من إلا البطاطا بتبيض يعني بتصير تكون تعمل شلوش، بتكون كبرت نميت صارت فوق الأرض علوها مثلا 25-30 سنتي. هل الشرش بس يمد بصير يعمل درانات صغيرة، يعني بطاطا صغيرة. هيدي البطاطا اللي نحن هلا بلشت تبيض لحتى اللي تكبر وتصير هالحبة حبة بطاطا كبيرة. بهالوقت هيدا بهالعمر هيدا بس بعمر 35-40 يوم بدنا نطم البطاطا. كيف بدنا نطمها؟ يعني بالمساحات الكبيرة تراكتور الفليحة بكون له سكة بشيل نص التلم من الأول بيرده على التاني. هيدي العملية بتخلي تشتلت البطاطا بنص التلم. ليش بدنا نخلي البطاطا بنص التلم؟ لأنه هالشلوش بدهن يمدوا بده يكون فيه تراب. إذا مد شرش البطاطا برات التلم الموجود فيه بيطلع بالهواء ما بتعمل راس بطاطا، يعني الشلش مفروض يمد بقلب التراب لحتى ينمى ويكبر يصير راس يكبر ويكون يعطي انتاج جيد. هلأ تغذية البطاطا أكيد بتحب التغذية، تقريبا كل كيلو بدار بده كيلو كيماوي. إذا حطينا أسمدة طبيعية مثل سواد معزي، سواد دجاج، سواد غنم، شو ما كان، سواد بقر، خيل،
شو ما بدنا فينا نحط أسمدة طبيعية، وإذا حبينا نضيف بوتاش وفوسفات وهالأشياء الضرورية، وفينا نحط كمان حديد إذا في نقص بالتربة بالحديد. أمراض البطاطا هي تقريبا أكتر شيء اللفحة والأكاروز، هودي أكتر شيء بصيبوا البطاطا على الرطوبة القوية، والأكاروز على أنه حشرة هي بتجي بقفل ورقة البطاطا. مش والدودي كمان، طبعا الدودي كمان بتتغذى عليها، مفروض إجباري نكافحهم هودي لحتى يطلع إنتاج جيد. طريقة السقي كمان بدها ما كتير مي للبطاطا بأولها، لكن بس تكبر وتفرخ وتبلش تبيض بدها مي منيح لحتى تتغذى الشتلة وتنمى، حوالي كل أسبوع لعشرة أيام حسب نوع التربة بدها سقي. وقبل ما تبلغ منوقف تقريبا السقي لحتى تنشف لنقدر نقلعها. هلا الانتاج الجيد بالبطاطا كل كيلو مفروض يعطينا مش اقل من اقل شيء 15 كيلو. في مطارح اذا ارض طيبه وبدار كتير جيد كتير منيح ممكن يوصل انتاج كيلو البطاطا لل 24-25 كيلو. هذا اذا كان التغذيه ممتازه، اذا كان الدار ممتاز والعنايه الرش الادويه كل شيء مكمل بتعطينا انتاج جيد جدا. وهيك خبرناكم عن زراعه البطاطا، وشكرا لمتابعتكم. لاقونا بحلقه جديده على راديو تموز الكتروني، وللمزيد من المعلومات اتصال على الرقم 03-653-932. غلتي بسلتي كل سبت الساعة 7 المساء بتوقيت بيروت، وإعيد الأحد بنفس الوقت معي أنا مرشد الفني الزراعي جزيف بوزيت من مشتل جردان دو بولفار على راديو تموز الإلكتروني.